بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم مشكلة النقل. مشكلة النقل إذا تتذكروا لما درسنا البرمجة الخطية قلنا أحد تطبيقات البرمجة الخطية مجال نقل البضائع. مجال نقل البضائع لما أجي أعمل له موديلينج في البرمجة الخطية بياخد صيغة خاصة نطلق عليها مشكلة النقل. عناصر مشكلة النقل عندي 4 عناصر. أول عنصر عندي مواقع عرض اللي هو عبارة عن مصانع ومستودعات لكل منها طاقة محددة نسميها كمية عرض. بعدين العنصر الثاني مواقع الطلب اللي هي تكون عبارة عن مراكز تجارية وزبائن محددة مواقعهم، كل منهم طلب محدد نسمي الطلب هذا demand. وبعدين عندي تكلفة نقل محددة مسبقا لنقل البضاعة من الفئة 1 يعني من مواقع العرض إلى الفئة 2 اللي هي مواقع الطلب. وآخر حاجة عشان يكون عندي نموذج النقل رياضيا لازم تكون كمية العرض تساوي كمية الطلب. وهذا العنصر الرابع أو المتطلب الرابع يعني في الواقع العملي غير متيسر أو ما يتحقق، بس للتبسيط في البداية وشرح النظرية نفترض أنه كمية العرض تساوي كمية الطلب. نأخذ مثال عشان نوضح إيه هي مشكلة النقل. أعطيكم ثواني عشان تقرأوا المثال. المثال برضو موجود في الكتاب في الفصل الخامس إذا كنتم بتتعاملوا مع الطبعة الخامسة للكتاب. نلخصوا مع بعض. مصنع للطوب عنده 3 مستودعات في أماكن مختلفة في جدة. عفوا الأمثلة من جدة، بصفتي أقيم في جدة، هحاول في المستقبل نعطيكم أمثلة من مناطق أخرى. يعمل المصنع بطاقة أسبوعية مقدارها 170 طن وبتجيله 4 طلبات من مواقع مختلفة. حي مشرفة طالب 75 طن، وحي الحمرة طالبين 35 طن، حي النزهة 40 طن، وحي الجامعة 20 طن. تختلف تكاليف النقل حسب موقع المستودع ومكان الطلب. ومدير المصنع إيه المشكلة اللي عنده؟ يبغى يعرف أفضل طريقة لتوزيع الطلبات بحيث تكون تكاليف النقل أقل ما يمكن. تعالوا نشوف المعلومات اللي أعطوني هي عن تكلفة النقل. عندكم الجدول هذا، الجدول بيوضح لي لما أنقل البضاعة من المستودع الأول إلى حي مشرفة بتكلفني 9 ريال للطن، بينما لما أنقل من المستودع الأول لحي الحمرة بتكلفني 7 ريال، إلى النزهة 6 ريال، إلى الجامعة 5 ريال، وهكذا بالنسبة لبقية الأرقام اللي موجودة في المربع المستطيل الأزرق. الكميات هذه اللي هنا الطلب، مشرفة طالبين 75، الحمرة طالبين 35، 40 النزهة، 20 الجامعة. تلاحظوا معايا الكميات المطلوبة لو جمعتها تعطيني 170، لو جمعت الكميات المعروضة في المستودعات الثلاثة 170. زي ما قلت لكم هذه حالة مفتعلة لتبسيط الأمور فقط. في الواقع العملي مستحيل ألاقي الكمية المعروضة في يوم ما تساوي بالضبط الكمية المطلوبة. طيب أنا حمسك المعلومات حقت المشكلة. تذكروا احنا سمينا المعلومات اللي تكون معطاه لي سميناها ايش؟ المدخلات الغير متحكم فيها يعني مفروضة عليا. هذه كلها احطها الان في رسمة حسميها شبكة عمل عشان تسهل لي استيعاب المشكلة. احط المستودعات اللي هي مراكز العرض في جهة، واحط الكميات المتوفرة في كل مستودع، بعد كده مراكز الطلب أحطهم في الجهة الأخرى. عندي حي مشرفة والحمرة والنزهة والجامعة، أحط الكميات المطلوبة كمان. الآن حرسم خطوط تمثل الطرق الممكن نقل البضائع خلالها. فمثلا من المستودع الأول أنا ممكن أنقل لحي مشرفة، ومن المستودع الأول أقدر أنقل لحي الحمرة والحي النزهة والحي الجامعة إذا ما في شيء يعوقني إلا التكلفة. تختلف التكلفة من طريق إلى آخر.
من المستودع الثاني ممكن أنقل برضو لجميع مواقع الطلب، والمستودع الثالث لجميع مواقع الطلب. طيب الآن حسجل التكلفة. لاحظوا من المستودع الأول حي المشرفة حيكلفني 9 ريال شحن الطن الواحد، لكن لو بدي أنقل المستودع الأول للحمرة 7 ريال وهكذا. أنا لغاية الآن لخصت المشكلة كلها في شبكة حسميها شبكة عمل تمثل المشكلة اللي عندي. السؤال الآن، أنت لو كنت في محل أو موقع إدارة المستودعات تبعت مصنع طوب الأحمر، هتشحن لحي مشرفة من المستودع الثاني ولا من المستودع الأول؟ لاحظوا معي، المستودع الثاني لما أشحن حيكلفني بس 2 ريال للطن، بينما المستودع الأول يكلفني 9 ريال، المستودع الثالث يكلفني 4 ريال. يعني منطقيا مشرفة عايزين 75 طن. أنا طبعا الوضع المثالي لي أو المنطقي يقول إنه أشحن له البضاعة كلها من المستودع الثاني. أجي أطالع المستودع الثاني في كم؟ في 60 طن. ما أقدر أشحن الكمية كلها لمشرفة من المستودع الثاني. إذا أنا ممكن أتصرف وأخذ الكمية كلها اللي في المستودع الثاني أعطيها لمشرفة، وبعد كده الباقي أشوف من فين أعطيه له هو. أرخص حاجة بعد المستودع الثاني المستودع الثالث، لأن المستودع الأول يكلفني 9 ريال، المستودع الثالث يكلفني 4 ريال. في 80 طن أخذ كم؟ 15 طن، لأنه أنا أعطيت له 60 من المستودع الثاني، فالآن أعطي له الباقي من هنا 15 طن وأنقلها لحي مشرفة. بالطريقة دي التكلفة حقتي حتكون، حضرب 60 طن اللي نقلتها في 2 أعطتني 120 ريال، وال15 طن اللي أخذتهم من هنا في 4 ريال فحتعطيني 15 في 4 كم؟ 60، وهنا 120. إذا تكلفة نقل البضاعة لحي مشرفة كلفتني 180 ريال لمن أنا فكرت وحطيت الصورة قدامي واضحة واخترت السعر الأقل. طيب السؤال الآن، العملية ما هي بالسهولة هذه، لأنه أنا عندي أكثر من طريق وأسعار مختلفة. وتخيلوا الوضع، وهذه ممكن تحلوها يدويا، ممكن يعني مع جهد بسيط وأطلع بأحسن حل. لكن تخيلوا أنه يكون عندكم 15 مستودع وعندك 100 موقع توزعوا لهم البضايع. فالعملية ما هي بالسهولة هذه، عشان تقارن يعني العين حتزوق كده شوية، وإحنا نحاول نحسب العملية ونشوف أي مجموعة من التكاليف تكون أقل ما يمكن. لأنه أنا كمدير للمستودعات كلها أو مسؤول في المصنع يهمني عملية التوزيع تكون بأقل تكلفة، ما أطالع بس لتكلفة الشحن لحي مشرفة، أبغى التكلفة الكلية. انتبهوا طيب لكلمة كلية، التكلفة الكلية لشحن أو توصيل الطلبات لجميع الزبائن بغض النظر من أي مستودع تكون. هنا أنا أحتاج إلى نموذج رياضي يساعدني على الوصول إلى حل أمثل، حل ما في أحسن منه. إذن الآن خليني أحاول أصيغ المشكلة هذه في نموذج خطي شبيه بالنموذج الرياضي اللي حليناه في مشكلة إيش كانت عندنا المشكلة، مشكلة المكيفات. خلينا نشوف الهدف هنا، إيش الهدف عندي؟ مدير المصنع يهمه تقليل التكاليف. طيب التكاليف كيف تحدث أو كيف تتولد التكاليف؟ لاحظوا قبل شوية قلت لكم لو أنا شحنت من المستودع الثاني 60 طن، التكلفة علي 2 ضرب 60. هنا لما شحنت 15 التكلفة 15 ضرب 4، وجمعت الاثنين عشان أطلع تكاليف شحن البضاعة لحي مشرفة. إذا أنا ماني عارفة أشحن كم ومن فين والمين. طيب الآن حنصيغ مشكلة النقل في نموذج خطي. فأول حاجة هعرف المتغير اللي عندي. المتغير عندي هو
كم أنقل من كل مستودع إلى كل مركز طلب؟ حرمز له بالرمز سين صاد عين، والرمز هذا يمثل عدد الوحدات المشحونة من نقطة التوزيع صاد إلى نقطة الطلب عين. صاد عندي ترمز إلى المستودعات، وعين ترمز إلى مواقع الطلب أو الزبائن الطالبين البضائع. بعد كده أبغى أصيغ دالة الهدف. ذكروا معي دالة الهدف من فين حتيجي؟ أنا هدفي هنا تقليل التكلفة. إذا هدفي تقليل التكلفة، خليني أحسب تكاليفي بدون ما أفكر في تقليلها. لو أنا شحنت بس بدأت بالشحن من المستودع الأول، فالمستودع الأول لحي مشرفة لو شحنت وحدة واحدة طن واحد حيكلفني 9 ريال، لو شحنت 2 طن حيكلفني 18 اللي هي حاصل 9 في 2، لو شحنت 4 طن حيكلفوني 36 ريال اللي هي حاصل 9 في 4. لاحظوا كل مرة بأضرب عدد الوحدات في تكلفة نقل الوحدة الواحدة. طيب لو أنا ما أعرف عدد الوحدات كم، إذن هستبدل عدد الوحدات بالرمز سين واحد واحد، هيكون تكلفة نقل البضاعة من المستودع الأول إلى الزبون الأول بغض النظر كم أنقول له هتكون 9 مضروبة في سين واحد واحد. نفس الكلام حكرره بالنسبة للزبون الثاني. لو نقلت وحدة واحدة من المستودع الأول إلى الزبون الثاني، لاحظوا لو رجعنا للجدول حنلاقي إنه تكلفة نقل الوحدة الواحدة 7 ريال إلى الزبون الموجود في الحمرة. فإذا حتكلفني 7 ريال، لكن لو نقلت 3 وحدات حضرب 7 في 3 هتعطيني 21 ريال، وهكذا. إذا أنا ما أعرف كم حنقول، إذا حضرب 7 في سين 1 2، 1 يعني من المستودع الأول، و2 يعني إلى الزبون الثاني، وهكذا. نفس الكلام حطبقه بالنسبة لو نقلت من المستودع الأول إلى الزبون الثالث والزبون الرابع. إذا تكاليف النقل من المستودع الأول كلها على بعضها حتكون 9 سين 1 1 زائد 7 سين 1 2 زائد 6 سين 1 3 زائد 5 سين 1 4. أرجع أفسرها بإيجاز، الرمز الأول هنا يرمز للمستودع، والرمز الثاني يرمز للزبون. لاحظوا معايا هنا سين 1 2 يعني نقلت بضاعة من المستودع الأول إلى الزبون الثاني اللي هو في الحمرة. مثلا هنا نقلت من المستودع الأول إلى الزبون اللي هو الرابع منطقة الجامعة. 9 7 6 5 هذه عبارة عن تكاليف نقل الوحدة الواحدة في دي الحالة طن، تكاليف نقل الطن من المستودع الأول إلى كل من الزباين اللي في حي مشرفة والحمرة والنزهة والجامعة. نفس الكلام هذا لو أنا نقلت من المستودع الثاني، لاحظوا هنا عندي سين 2 1 يعني نقلت من المستودع الثاني إلى الزبون الأول، من المستودع الثاني إلى الزبون الثاني، من المستودع الثاني إلى الزبون الثالث إلى الزبون الرابع. والأرقام هذه أو المعاملات معاملات السين هي عبارة عن تكلفة نقل الوحدة الواحدة. لو رجعنا للجدول هنلاقي إنه كانت تكلفة نقل الوحدة الواحدة من المستودع الثاني إلى الزبون الرابع 12 ريال، فضربت 12 في سين 2 4. نفس الكلام بالنسبة لتكاليف النقل من المستودع الثالث، أنا الهدف عندي ما يهمني كم التكلفة كانت بتاعت المستودع الأول لحاله أو الثاني لحاله أو الثالث لحاله، أنا بنظر للمشكلة من منظور شامل. هذه أهم ميزة في أساليب بحوث العمليات، إني لما تقابلني مشكلة ما أنظر من منظور ضيق، أنظر للمشكلة ككل. فأنا ما يهمني النقل من مستودع واحد أو لزبون واحد، لكن تهمني التكاليف الكلية.
فتكاليف الكلية أنا هدفي أقللها. هذا الكلام ممكن أصيغه في العلاقة التالية، أقول نقلل قيمة تا ترمز للتكاليف، ولاحظوا السهم متجه إلى أسفل، يعني أبغى أقلل كمية تا أو قيمة تا. تا عبارة عن حاصل تكاليف النقل من المستودع الأول إلى الزبائن الأربعة، زائد تكاليف النقل من المستودع الثاني إلى الزبائن الأربعة، زائد تكاليف نقل البضائع من المستودع الثالث إلى الزبائن الأربعة. طيب هذا الهدف لو أنا قللت قيمة الدالة تا اللي تمثل الهدف عندي وما حطيت أي قيد، ممكن أنزل للصفر، ممكن أروح إلى ناقص ما لا نهاية. لكن أنا عندي قيود هنا، القيود مستوحاة من المشكلة. عندي مجموعتين من القيود الحقيقة. المجموعة الأولى تمثل شرط أساسي ومنطقي، أنه ما أنقل من المستودع أكثر من اللي فيه. يعني باختصار، لو أنا في جيبي 10 ريال وجيت وطلبت مني أعطيك 15 ريال، حقدر أعطيك؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه أنا ما عندي في جيبي أكثر من 10 ريال، محددة بالكمية الموجودة في جيبي. نفس الكلام هنا، هحط شروط أنه ما يصير أنقل من المستودع لأي من الزبائن أكثر من الكمية المتوفرة فيه. أنا نعبر عن هذا الكلام، هنسميها قيود العرض. لاحظوا كتبت سين واحد واحد، هذه تمثل إيش؟ الكمية التي تم نقلها إلى الزبون الأول من المستودع الأول، كمية التي تم نقلها من الزبون من المستودع الأول إلى الثاني، وهكذا بالنسبة للثالث والرابع. مجموع الكمية المنقولة من المستودع الأول إلى الزبائن الأربعة لازم تكون أقل من أو تساوي الكمية المتوفرة في المستودع الأول. نفس الكلام بالنسبة للمستودع الثاني، ونفس الكلام بالنسبة للمستودع الثالث. مجموع الكمية المنقولة من المستودع إلى الزبائن الأربعة يجب ألا تتجاوز الكمية المتوفرة في المستودع، وهذا شرط طبيعي ومنطقي، ما أعتقد نلاقي صعوبة في قبوله. طيب الآن الزبائن، لما الزبون يطلب مني كمية معينة بالعربي ما يبغى لا أكثر منها ولا أقل منها، طالما حيدفع فلوس لها، إلا إذا كنت ناوي تعطيله شيء مجانا، هذا شيء ثاني، هذا ما هو وارد عندنا. إحنا الآن إنه الكمية اللي حنقولها له بمقابل مادي حتكلفني، إذا الزبون ما يبغى لا أقل ولا أكثر من الكمية المطلوبة منه. ومن ثم ححط شرط إنه مجموع البضاعة المنقولة من كل مستودع إلى كل زبون يجب أن تساوي الكمية اللي طالبها بالضبط. أعبر عن هذا الكلام، بالنسبة لحي مشرفة هو طالب 75، سواء أعطيته من المستودع الأول أو المستودع الثاني أو المستودع الثالث، المفروض الكمية ككل تكون محققة لطلبه بالضبط اللي هو 75 طن. نفس الكلام بالنسبة لحي الحمراء، حي النزهة، لحي الجامعة. هذه أسميها قيود الطلب لأنها متعلقة بالطلب. إذا قيود الطلب كلها من نوع المعادلات، عندنا معادلات كلها زي ما أنتم ملاحظين، لأنه لازم أعطي له الكمية بالضبط. قيود العرض متراجحات من نوع أقل من، أنه مو بالضروري أنقل كل البضاعة اللي عندي، ممكن يفضل فيها شيء، لكن ما أقدر أنقل أكثر من الموجود. طيب سوينا قيود العرض، قيود الطلب، الآن حضيف شرط عدم السلبية اللي هو بفترض إنه الكميات المنقولة كلها لازم تكون موجبة. ومن ثم سين واحد واحد، واحد اثنين، واحد ثلاثة، واحد أربعة،
أو بإيجاز سين صاد عين، كلها لازم تكون أكبر من أو تساوي صفر. شوف النموذج الرياضي كامل هنا. سين صاد عين أكبر من أو تساوي صفر لجميع صاد. صاد عندي كانت 1 2 3 وعين 1 2 3 4. هذا عندي النموذج الرياضي كاملة. لاحظوا النموذج هذا يتكون من دالة هدف ومجموعة قيود مستوحاة من المشكلة وقيود عدم السلبية. ما أذكركم هذه الخواص بخواص البرنامج الخطي، بالإضافة لأنه كل المتغيرات عندي من الدرجة الأولى، العلاقات عندي كلها من الدرجة الأولى، ممكن أرسمها على شكل خطوط مستقيمة. إذن النموذج هذا هو نموذج خطي أقدر أحله باستخدام البرمجة الخطية.